مستمعينا الكرام، مرحبا بكم في لقاء جديد، لقاء مباشر على الإذاعة القريبة منكم ميد غالجو، برنامجكم سيدتي سادتي. سعيدة بلقائكم، سعيدة بالتواصل معكم، أهلا وسهلا ومرحبا بكل أوفيائنا وبكل مستمعينا اللي كيتابعونا دائما على الإذاعة القريبة منكم ميد غالجو. مرحبا بكم، شخباركم؟ نتمنى أنكم تكونوا على خير، تشهية طيبة لكل من وعلى مائدة الغداء اللحظة، طريق سلامة لكل من وعلى الطريق، ويوم سعيد للجميع، سواء كنتوا في العمل ولا في عطلة ولا فين ما كنتوا، نهاركم مبروك. ونبغي أيضا نوجه تحية لجميع التلاميذ اللي كيجتازوا امتحانات البكالوريا، اليوم أول يوم في الامتحانات، إن شاء الله موفقين بالتوفيق والنجاح، وحد سعيد للجميع إن شاء الله بإذن الله. وكالعادة كل يوم ثلاثة حاضر معنا مشرفنا سامي دانان خبير الديكور، مرحبا بك سامي. أهلا بك وجميع المستمعين الأوفياء، وعيد مبارك سعيد، واخا معطله شويه. معليش قلنا نهار العيد. قلتيها نهار العيد. قلت لك انا ما عيدت عليك نهار العيد، انا صبغتك الصواب. مش عيدت ليا. انا صيفط لك ميساج العيد. هكاك. مش ما تحسبهاش عليا. عيد مبارك سعيد بالصحة والسلامة باش ما تمنيت ان شاء الله. وحد سعيد وموفق لجميع التلاميذ اللي كيستاجوا الامتحانات ديال البكالوريا. مرحبا مرحبا. سامي، اليوم ربما غنتكلموا في واحد الجانب اللي يمكن بعض الناس كيعتبروه ديتاي الاخراني ولا يمكن ما تيفكروش فيه كاع، ولكن عنده واحد الجماليه. دابا ملي كنمشيو مثلا غير شي ابارتمون تيموان ولا يعني شقه نموذجيه ديال شي سكن، ملي كتدخل كتشوف الاكسسوارات يزيدوا يجملوا لك هذاك الفضاء. ربما شي مرات كاين بعض الناس يقول لك انا بغيت هاد الشقه نموذجيه بفراش، هنشريها هكذا، عجبتني هكذا. مثلا احنا في ثقافتنا للاسف ربما الغرب كيمتازوا علينا واحد شي شويه بهذا الجانب هذا، وانهم عندهم اكسسوارات لمسات خفيفه سامبل، اكسسوارات زوينه ما قل ودل. احنا عزيز عندنا الكثره الكثره الكثره، هذا هو المشكل. يعني حتى الجوده ديال او لا فالور ديال الحاجه ملي كنحطوها ما كتبقاش ديك القيمه، ما كتبقاش. يعني ممكن ان في ان صالون اللي غادي يكون كبير ممكن يكون ميغوار وان سول طابلو، واخا يبقى حيط واحد اخر ما فيه حتى شي حاجه راه ماشي مشكل وغادي يبان. مي ملي كنكثروا في الاكسسوارات يعني حتى ديك القيمه ديال الحاجه ما كتبقاش. هذا هو المشكل. هذه النقطه الاولى اللي كيوقعوا فيها بزاف ديال الناس. هو كان يعني كان اونكومبري وكنكثروا من لي اكسسوار حتى حاجه ما كتبقى تبان. وثاني حاجه النقطه اللي هي مهمه، يعني هما كاين غير جوج نقاط. النقطه الاولى كما قلنا في الاول ما قل ودل، والنقطه الثانيه اللي مهمه هو التناسق. يعني ملي غنحطوا واحد الحاجه خاصها تكون متناسقه مع لونسومبل اللي عندنا ديال الدار. مثلا ملي غادي انا كندوي بصفه عامه لي زاكسيسوار، يعني كنبداو من الدخله ديال الدار، الا بغينا نحطوا شي بو، بغينا نديروا اون بلونت شي نبته في الدار، غنبداو منها وحنا غاديين حتى نوصلوا للاخر ديال الدار في ان طابلو ولا في ان ميغوار ولا في ان اكسسوار اللي غادي تحط فوق الكوان ولا فوق لاميغات. يعني كلهم خصهم يمشيو في واحد لو تيم. مثلا الى عندنا الدار كنقولوا جات روميه، جات عصريه، جات مودرن، خصنا دي اكسسوار من الاحسن يكونوا سامبل. ممكن ان ندخلوا لوينات، ممكن ماشي غنبقاو غير في البلون او نبقاو في دي كولور اللي هما اللي مثلا بلون ولا غري، ممكن ندخلوا دي كولور ولكن خصهم يتناسقوا لنا مع لونسومبل ديال الدار. ملي ندخلوا مثلا عندنا دار كنقولوا جات على شكل مودرن عصريه، نديروا دي بو اللي يكونوا سامبل اللي غيتماشاو لنا مع لونسومبل ديال الدار. ماشي مثلا كندخلوا للدار هو لو ستيل الاغلبيه دابا ديال لي زابارتمون ملي كتدخل كتلقاه بانه عصري. كتدخل كتلقى مثلا اول حاجه كتلقى فاز كبير هو بستيل كلاسيكي، يعني داخل فيه الدوغي، داخل فيه يعني ما كيمشيش مع لونسومبل ديال الدار. نعم يعني فهاد النقطه سامي، ملي كنبغيو نختاروا الاكسسوارات كيفاش كيخصنا نختاروهم؟ حيت هو بصراحه دابا ملي كتخرج مثلا تبغي تختار كاين بزاف لو شوا، ما تكرهش داكشي كامل يكون عندك، ولكن راه ما يمكنش. غير هو انت كيفاش تقدر تختار اكسسوارات بطريقه اللي تكون سليمه؟ يمكن ما يكونش عندي مثلا ذوق، او ما يكونش عندي ذوق باش ننسق الوان معينه، او لا ما عنديش درايه باش ننسق الوان معينه، ولكن اعطيني فكره اللي سهله. مثلا غادي نبداو بغينا نديرو اون بلون دانتيريو، ندير واحد النبته داخليه. الدار عندنا شكل عصري، نمشيو لاسهل حاجه، ناخذ البو يكون بيض. ناخذ هذاك اللي غيكون فيه النبته يكون في اللون بيض، وعلى حسب المساحه. الا كان غيكون في واحد ليسباس اللي شويه هو كبير وغادي يكون اونتخ لي صالون وباش بان النبته، غادي يكون شويه البو غيكون شويه كبير ما يكونش صغير.
النبته غالبا اون بلون دانتيريور كتكون خضراء اولا ماكسيموم تقدر تكون خارجه فيها اون فلوغ اللي غادا تكون بيضاء بلونش يعني غتماشى مع كل شيء ما عندناش مشكل. غندوزو للطابلو. الطابلو في يعني في لو شوا ديالو ساهل يعني ما نمشيوش لي طابلو اللي يعني بالشكل العصري بالشكل التقليدي اللي مثلا كنقولوا كاين واحد الراجل لابس واحد الزي تقليدي او لا واحد المراه او لا هادو كيمشيو من الافضل انهم كيمشيو في واحد لو ستيل اللي تكون صاله بلديه ويكون يعني لو تيم ديال الدار كله مشى بلدي. ناخذوا ان طابلو اللي فيه واحد الطبيعه او لا فيه مثلا ان ديكور اللي ما كيوحيش لنا بالتراث ديال البلاد او ديال بلاصه اخرى. واهم حاجه هما ديك لي كولور اللي كاينين في الطابلو خصهم يتماشاو لنا مع داك الاسباس اللي حط. يعني خاصنا نختاروا مثلا من اللون ديال الصالون شي لويين اللي كلنا في واحد الطابلو واحد اللوين ولا جوج باش ملي نحطو كندخلو ما كيكونش داك لو شوك. يعني ملي كتدخل كتشوف لو طابلو كيبان لك متناسق مع اللوينات. يعني ماشي اي طابلو غنجيو غنعلقوه راه غيتماشى لنا مع الفراش. بالنسبه حيدنا المشكل ديال الطابلو وديال لا بلونط الا بغينا نديروها غيبقاو لنا لي زاكيسوار اللي ممكن نحطوهم مثلا في الموبل تي في او نحطوهم في لاميوغات او الا كانوا عندنا لي طابل دو كوان ما نكثروش. يعني ممكن ان في كل جهه ممكن نديروا دو بياس ماكسيموم. ما عرفناش كيفاش نختاروهم نمشيو في الزاج كريستال كيتماشى مع كل شيء. يعني باش نقولوا واش غنديروا ديال النحاس او نديروهم ديال الفضه او لا نديرهم كريستال. يعني داك لو ستيل كريستال كل زاج ما داخل فيه لا بلون لا دوري لا حتى شي حاجه راه كيتماشى مع كل شيء. نعم. اهم حاجه هاد لي زاكسيسوار اللي مع المده كتلقى الناس بحال كيهملوهم وكيتملوا ما الا ما تمسحوش وما بقاتش ديك لابريونس ديالهم ما كيبقاش لو شا. يعني اي حاجه خصها لونتروتيان ديالها طبيعه الحال. حنا اكيد سامي غادي نتكلموا على الاكسسوارات ان شاء الله في الحلقه المقبله ديال الحمام ديال غرف النوم نتكلموا شي شويه على هذا الجانب هذا لانه بزاف الناس كيبغيو انهم يحطوا واحد اللمسه زوينه ولكن تيقول لك انا مثلا ما عرفتش اولا ما قدرتش اولا ما عرفتش شنو خصني ناخذ اولا شنو اللي غيناسب كل فضاء اليوم ربما هو افتتاح شهيه ديال بعض الاكسسوارات اللي يمكن نبداو بها الدخله ديال الدار. وحنا اكيد اننا غنوصلوا الدردشه معك سامي وممكن يعني ان شاء الله ندخلوا ممكن نحطوا في لاباج يعني دي فوتو ديال دي سال دو بان ديال شومب دي شومب كوشي افكار كيفاش نحطوا لي زاكسيسوار ان شاء الله من هنا الاسبوع المقبل ان شاء الله نوجدوا دي فوتو نحطوهم في لاباج ان شاء الله باذن الله. ما عندي ما يتسال. شكرا لك باش نسهلوا حيت دابا ما غاديش نقول يعني دابا ملي كنهضروا كل شيء غادي يفهمنا وغادي يعرف يعني كيفاش يناسق الالوان ولكن شي مرات كنحتاجوا نشوفوا بعينينا باش نفهموا كاين بعض الناس اللي ما غاديش توصل لهم الفكره ومن الافضل يعني ملي غيكونوا صور كنقولوا حنا غتانسبيرا منهم يعني غادي يكون افضل ان شاء الله. مرحبا. حنا اكيد مازال موسي مازال مستمر معك سامي وغادي نرجعوا لكم مستمعينا الكرام نستقبلكم على 0522 46 52 او 51 او 52 ايضا 0522 88 0060 ولا 61 ولا 62 كيف ممكن لكم تواصلوا معنا على الصفحه الرسميه للبرنامج على الفيسبوك واللي هي سيدتي سادتي. اذا غنشوفها سي القصير وراجع لكم مستمعينا الكرام بقوا معنا ما تمشيو فين. اكيد انه اللقاء مفتوح معكم الى حدود الساعه الواحده تنرحب بالجميع. ارقام المفتوحه 0522 46 52 او 51 او 52 ايضا 0522 88 0060 ولا 61 ولا 62. حنا مازال موصلين غنمشيو مباشره ناخذ معنا مكالماتكم. معنا لاله بشرى من ورزازات. مرحبا بك لاله بشرى. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. لاباس عليكم كل مزيان. الله يطولنا عمرك لاله بارك الله فيك انتي على خير. الحمد لله بارك الله فيكم الله يجازيكم بخير على هذا البرنامج يعني كنستافدوا كثير وكنشكر السي سامي دائما الله يجازيكم بخير. مرحبا لاله مرحبا. الله يجازيك بخير بغيت نسول عليك السي سامي عندي يعني يلا فينيش الدار وان شاء الله بغيت نجيب لاكويزين عندي لاكويزين تحت وعندي لاكويزين فوق يعني في واحد لابارتومون في السطح. وبغيت نعرف غير بغيت ندير الالومنيوم بغيت نعرف اللون اللي ممكن ندير يعني حبس اللون اللي ندير في لاكويزين. الكوزينه بغيت ديري فيها الالومنيوم كلها؟ لي زيليمون واقيلا بغيتي ديرهم بالالومنيوم. المطبخ غنديرو بهذا الالومنيوم. لي بلاكار. هو إذا كنت يعني مقرره باش غديرهم بالالومنيوم من الافضل انك خليك في البيض. لان انا عندي في سميتو تبغى دايره الدليج في الكري.
وعندي لا كوزين مفتوحه على واحد بتي صالون وفي الكري غاديه بالكري حتى سميتو في صباغه ديال الخيال. انا ما نذكرش غير الماركات صباغه ديك وغادي فيه وي يعني شنو واش ممكن شنو زعما اللي ممكن تقترح عليه لان باش يجيني مع الصالون اللي انا مفتوح. دابا اللي اهم حاجه هو لا كوزين باش مخدومه. لا كوزين باقي ما درتش حتى شي حاجه يعني الا باغي ندير لي انا كنهضر على لي بلاكار. لا دابا خلي لي بلاكار دابا لا كوزين زد لي ديالها اش من لون؟ كري. ما من افضل خير ديالها في الحيط ديالها واحد الكري بارد. خلي يا اما الا لقيتي الكري حيت الالومنيوم دابا راه فيه في الالوان الا لقيتي الكري قريب لهذاك اللي عندك في الزليج كان احسن باش يجي ديسكري سينو ما الافضل خليك في البلون. حيت دايره الصباغه في الكري والارضيه هي في الكري ماشي في الكري يعني كامل ما دخلت فيه لون نوار. لو نوار غادي يجي خارج بزاف. انت بشرى ما فكرتيش ديري العود؟ لا حيت عندي لا كوزين لتحت قلت غادي معايا في الطاحت عندنا شويه الحال سخون داكشي علاش قلت الالينيوم شويه براتيك لتحت اللي بغيت ندير واش ندير الام دي اف عندي لا كوزين لتحت واش نديرها بالعود ولا الام دي اف ما عرفتش. بالنسبه لتحت يعني الا بغيتيها تكون يعني تكون روميه تكون مودرن غاديري لي بورت يعني غير لافاس ديالها اللي تكون بالام دي اف ولكن الداخل خصو يكون خشب. وي الداخل خصو ضروري يكون خشب. او لا بغيتي ديريها اللي شويه تكون 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 كلاسيك ستيل كلاسيك غديريها بالعود ماسيف يعني غادي هو لا ديفيرونس هو ان غادي يكون كاين الصح كثر. وي ولا ديوري دفي لا ديوري دفي ديالها عاود طول الا درتيها بالماسيف غادي يكون احسن. ولو بخصوص اللون ما جازك بخير ديال التحت لاننا غادي التحت في البيج. خلي الا كان الامكانيه انك ديريها بالشان خليها ناتورال غديرها بالشان وخليها في اللون ديالها في الام دي اف ناتورال ديالها. لا ماشي الام دي اف هادشي الا كنا الا دوينا الا كنتي غديرها ديرها بالماسيف. بالماسيف نخليها في الناتورال ديالها خليها ديرها بالشان لو بوا شان وتكون خليها ناتورال ما تنتش لو بوا. وي وبخصوص الفوق الله يجازيك بخير كما قلنا اللون نديرو في الكري نديرها كامله كري الفوق الا كان يعني قلتي كلها بالكري ديريها ديري الالومنيوم بالبلون ديريه بيض نديرو بلون. وممكن حاجه اخرى ممكن ان داك لونكادغمون ديال الالومنيوم يكون بيض ولو فون ممكن ديري ان كري اللي يكون ديك غادي دير هذاك اللي عندك في لاكويزين يكون فونسي تقريبا شوي يكون ماشي فونسي غير يكون كري ويكون ان ديك غادي ديال اللي عندك في لاكويزين ماشي ضروري يكون فونسي بزاف. حيت انا قلت جاني الكري بزاف جاني يعني مفتوحه على واحد الصالون بتي صالون في الكري والارضيه في الكري داكشي علاش ديريها كلها بيضاء ديرها بيضاء بلون حيت هو راه غير داك لونكادغمون ديال البيبان وديال ديال لي تيغواغ الا كان بالبلون والقلب ديالو بالكري راه غادي تبان. اوكي مرحبا لالا بشرى اهلا وسهلا. باقي سؤال اخر الله يجزيك واخا تفضلي ممكن بخصوص بيت نعاس الله يجزيك بخير عندي دو زونفون يعني واش الخزانات يعني ديال بيت نعاس واش نديرهم بالعود ولا بالام دي اف ولا شنو الاقتراح اللي ممكن الخزانات ديال البيوت ديال الدراري والبيت الناس ديالنا من الاحسن يكونوا بالخشب. لي بلاكار وي من الاحسن شوف من الاحسن يكونوا بالخشب وباش تربحي لاسباس ديري لي بورت يكونوا كوليس ولا فاس ديالهم كلها تمشي ميغوار. باش ما يكونش عندك داك المشكل ديال ان الخشب كيتجراح او لو وقع له شي حاجه وفي نفس الوقت لي ميغوا غتستغلهم والنقطه الثالثه انك يعطيو لي سباس كيزيدوا في لي سباس. والعود نخليه ناتورال يعني الخشب الخشب الداخل يعني ممكن انك تخليه ناتورال مثلا ديريه بحال دابا ديريه بالشان العود شان وتخليه ناتورال غادي تفيرنا وديريه تخليه ناتورال ولي بورت ديرهم ميغوار. مرحبا لالا بكل فرحه مرحبا ناخذ معنا ام مريم من الدار البيضاء مرحبا بك لالا اهلا وسهلا. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. كي دايرين لاباس عليكم كنشكركم على هذا البرنامج بزاف. مرحبا بلالا الله يطول عمرك. عافاك بغيت نسول سي سامي دانان عندي واحد السيجور دايره في فوتاي مارون ومخيبات بالمارون والباج والاورانج دابا صافي 4 عام يمكن باش درتو وبغيت نبدلو فيكو لو صالون تيطلع على الصالون عندي فيه المبرة بالباج والكرونه
ما عرفتش اين لون غادي يناسب الفوتوي. يمشي مع لو صالون فوتوي في نفس الحيط كيطلع عليه. دابا غتبدلي غير لو صالون على التسجيلات؟ لا غادي نبدل الفوتوي. امونه المزيونه الفوتوي اون باس مع مع الصالون. والصالون قلتي فيه البوردون؟ فيه البوردو والبيج. بوردو والبيج اه يعني هو بالنسبه لل يعني ما الافضل انه لي فوتوي يكونوا بالاوني؟ هذه النقطه الاولى. الاوني اها. ولا درتي ان بيج غادي يكون افضل، يكون ديك غادي ما يكونش نفس البيج اللي عندك في لو صالون. اها داكوغ، يكون كله اوني، يمشي كله بالبيج. وديك الساعه تدخل خديديات يعني اللي كونسوم ان بيتي رابيل، يعني ما يكونش بين بزاف ديال داك ديال البوردو. غيكونوا داخلين وي، غيكونوا داخلين لوينات اخرين بحال دابا ملي غتاخذ لو كوسان مثلا امبريمي، داك البوردو ما يكونش باين بزاف، ما يكونش هو اللي غالب. يكون البيج اللي غالب، يكون البلون كاسي او البيج اللي غالب في الخديديات الصغار. داكوغ، ميرسي بوكو. مرحبا لاله بكل فرح، اهلا وسهلا. ناخذوا لاله نعيمه من الدار البيضاء. مرحبا بك لاله نعيمه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. الله يسر عليك. تفضل لاله كنسمعوك. عندي واحد الصالون فيه 4 متر على 4 على 3 ونص. أيه. وعندي فيه المشكل، عندي الحيط ديال الزنقة، عندي واحد المشكل، واي صباغة صبغت ما كيدارش ليا، كيخرج ليا الميديتي، ما عرفتش مناش. والصباغ ملي كيصبغ ما كيقولش لك السبب مناش؟ ما كيقولش ليا، كيقول لي انا غندير لك الصباغة اللي تحبس لك هذه، ما والو ما كاينش. هذاك الشرج الحيط اللي على الزنقة هي اللي فيه الشرجم، كله كيولي كحل، كندير نغطيه غير بالريدو. اها. يعني كاين دابا المشكل يعني من لا فاصاد عندك، اش من ايطاج جيتي يا لاله؟ بروميال. اها دابا ممكن ان لا فاصاد عندك كتشرب. ممكن ان المشكل دابا غير كلهم ما عندهمش هذا المشكل، الا انا عندي هذا المشكل. ما عرفتش جارتي اللي فوق مني دايره الجلاج للصالون، ما عرفتش جارتك اللي فوق منك دايره مزلجه مزلجه الصالون. دابا شوف النقطه الاولى، غادي تشوف لا فاساد عندك. ممكن ان هذاك فوق من الشرجم كتكون واحد الخارجه بحال اون كاسكيت، هذيك ممكن الفوق ديالها تكون كتشرب، يعني ممكن انها هي اللي كتشرب الماء ديال الشتاء وكيدخل لك للحيط. ممكن ان لا فاساد ما مصبوغاش مزيان، يكون فيها شي ضريبات ولا شي شقات يكونوا كيشربوا. وممكن ان الا كان جارتك فوق منك دايره الزليج، ممكن ان من السطح الحيط ديال داك المير دو كلوتور، الحيط اللي طالع ديال السطح، ممكن من الفوق ديالو هو كيشرب وكيخرج عندك الماء. يعني هادو كلهم احتمالات. دابا هي كاينه فوق منها، كاينه سكنه اخرى على السطح. وي عرفت. فهمتي، هي ماشي من السطح، هي دابا هتشوفي... انا وعاده هي هذا السطح، هذا سكنه اخرى على السطح. هي السيده هي عندها البروده؟ السيده عندها البروده؟ لا ما عندها حتى شي حاجه، ما عندها حتى مشكل. انا قلت واش هذاك الجليج كيتسرب الماء كيهبط العرق، ما عرفتش. انا دابا اقتراح بغيت نجلجو، انا ما عرفتش شنو من الافضل. بلاش شوفي هالطريقه اللي قلت لك، شوفي لا فاصاد بعدا عندك واش مزيانه. غالبا غادي يكون فيها شي مشكل، يعني غيكون المشكل ديال التسرب ديال الماء ديال الشتا غادي يكون من لا فاصاد، يعني صباغ او لا بلومبي او اللي لقيتي تلاقيهم بجوج يجيو في دقه وحده لعندك وغادي تشوف معاهم في لا فاصاد، غالبا غيكون المشكل منها. راه غادي يقلبوا غادي يلقاو ضروري غيلقاو شي شق او لا شي مشكل هو اللي فيه حتى في الاصلاح ديالو راه ماشي شي حاجه مكلفه ولا شي حاجه كثيره. نعم. ناخذ ناديه من فرنسا. مرحبا بك لاله ناديه. الو. اهلا وسهلا. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. مبروك عواشركم. علينا وعليك ان شاء الله. الله يطول عمرك لاله ناديه، بارك الله فيك. اختي بغيت نسول الخبير ديالنا على واحد، انا كندير، انا ساكنه في فرنسا والديور عندنا هنايا اونفيت، عندي البروميير ايتاج ليتاج مونساردي، يعني بحال ذاك القرمود هكا. ودابا دونك انا بغيت ندير واحد لا شومبغ تما، والمشكله هو عندي ما عنديش بزاف د لاوتور سو بلافون. وكاينه لا بونت. فوالا كاينه اون بيل بونت، ولكن لعبت دونك لو لومبغي السقف درته بواحد ان لومبغي بوا شويه كليغ. وبغيت دابا لا ديكوراسيون، بغيت المهم تما عندي ندير غير ان لي، ولكن بغيت نعرف الحيط، حيت عندي واحد دابا ها هو كاين القرمود هكا. لا بونت بلاتي باش نسهل عليك. وي لا بونت جات على جهه وحده. دو جوج. هاد لا شومبغ. جوج جهات. بحال الخيمه. وي 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 اه، حيت كاين دي فوا ملي كتكون لا سوبرفيسي كبيره.
وكتكون بحال دابا مقسومه على جوج فيها دو بياس كتجي ديك لابونت من جهه واحده دابا ملي كتدخل كتلقاها سواء على الكوتي غوش ولا على الكوتي دغوا. انا عندي لي بونت من دي دو كوتي. عندك من لي دو كوتي فوالا. ولاوتور لاوتور في الميليو شحال عندك؟ عندي بريسك دو متر. او ميليو البلاصه الكبيره الكبيره بريسك ان متر 82 متر يعني واحد ان بون ان ادولت راجلي بحريتي ابين دو بوا داكور فوالا. لو لي هنا دو بريفيرونس يكون او ميليو. اييه داكور نشوفوا لو لي هو لومبلاسمون ديالو باش ملي يكونوا داخلين نمشيو ديريكتومون لو لي خصو يكون اون فاس يعني يكون في لا بارتي اللي فيها لا هوتور هو لو موبل سنترال هو اللي غيكون. اها عاد من بعد غادي نشوفوا شنو لي زارتيكل اللي بغيتي تزيد. واش بغيتي دير بحال دابا بغيتي دير ارموار؟ هو دابا داك حيت ديك لا هوتور سو بلافون واحد الجهه غتكون بيردو تما بغيت ندير بحال دي رونجمون. داكور فوالا. وبغيت نعرف لا لي كولور لي لاباه ليهم حيت عندي لو لومبغي هو بالبيض وعنده بحال سي دو فوبوا بحال شي حاجه هكا بالقهوي بارد ولكن بيض كليغ سي روزي فوالا سي روزي فوالا روزي. وبغيت نعرف شنو ندير في الارض لا كولور ديال داك لو باركي اللي ندير. ديجا نبداو بالباركي دو بريفيرونس يكون قريب للبلافون لومبغي يكون لا كولور تكون قريبه شويه. من بعد غادي ندوزو لولي دو بريفيرونس يكون بلون. دابا بيسك عندنا الغابيل ديال البلون داخل في سي روزي غنديرو لي موبل دو بريفيرونس يكونوا اون بلون. اون بلون واخا. ملي غنبغيو ندخلو دوطخ كولور غندخلوهم مثلا في لو درا ندخلوهم في لاكويت ندخلوهم في لو ريدو كوم سا يكون انصامبل يكون عندنا واحد لانصامبل. باغ اكزومبل قلنا الغيدو ولاكويت ولو درا يمشيو انصامبل يكون بلوز او موا يكون ميم تيشي. مازال معانا؟ معاك اخويا معاك. غادي يكون ميم تيشي غادي يكون حسن. واخا. ودونك لا كولور ديال لو باركي تكون حتى هي كليغ؟ تكون سيروزي وي دو بريفيرونس. تكون كليغ حتى هي واخا. لو باركي غديروه ماسيف ولا ستراتيفي؟ لا ستراتيفي ماسيف سا كوتي فورتين. وي سي المهم هو كاين اون كغون ديفيرونس تقريبا راه سي 3 فوا لو بري. اه وي فوالا سي داك الماسيف سي اور دو بري هنايا اون بليس راجلي هو اللي كيدير لي ترافو دونك غادي نديرو دوك دو فو باركي كوا. وي غديروه ستراتيفي ولا سومي ماسيف. فوالا فوالا. داكور دو بريفيرونس تاخذ لي زيشانتيون وتشوفهم مع البلافون تكون لا كولور قريبه شويه وتكون مايله للكليغ الابيض. لا تقدر تكون مايله زايده شويه في ديك البيوض يعني طالعه واحد شويه تكون مايله للبيض غادي تكون حتى هي مزيانه غير باش ما كانت قريبة البلافون باش تفتح لنا شويه لا شومبر لا بياس. وي تفتح لا بياس ملي نحطو لو لي ولا لارموار اولا اي حاجه بغينا ندخلوها دو بريفيرونس تكون بلونش لا كبر. وي ما نديروش سي روزي نديرو البلون باش تزيد تكبر لا بياس وحتى ملي في لو شوا ديالنا ديال لو درا ديال لاكويت يكون عندنا ان لارج شوا. واخا الله يعطيك الستر ميرسي ديال خويا. مرحبا يا ناديه. مرحبا بالتوفيق. مرحبا وتحيه للجاليه المغربيه بطبيعه الحال اللي كيتابعونا على www.medradio.ma او عبر لابليكاسيون سمارتفون ميدراديو. شكرا لكم على وفائكم وتحيه كبيره لكم. حنا اكيد مازال مستمرين مستمعينا فاصل وراجعين لكم. رجعنا لكم جديد مستمعينا الكرام على ميد غاديو مازال مواصلين ومازال مستمرين معكم. اهلا وسهلا ومرحبا بكل من ضمن لنا لحظه في الاستماع. ارقامنا دائما مفتوحه لكم 0522 46 52 او 51 او 52 ايضا 0522 88 00 60 ولا 61 62. ناخذ معنا لاله فاطمه الزهراء من السلام. مرحبا بك لاله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. ميرسي بوكو بور ليميسيون. الله يحفظك لاله بارك الله فيك. تفضلي. عافاك نسولكم على واحد ان تي سالون فيه واحد الان راه نحط لكم ديجا لي فوتو من لو كونت نور سماح. نور سماح واخا بس هو البرومييي كومونتاك. واخا نور سماح نحاول نسقل. اييه 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 داكوغ نحط لكم تخوا فوتو.
غزالة عندك هذه شكرا ليميسيون انا غنعيط في التليفون على ود السؤال وانا ديما كنديرها مرحبا كنكون بعد انا الاولى في لي فوتو كنكون في الضامنه الوغ عندنا نيميرو 1 في كانابي في الصدر وكاين نيميرو 2 وكاين نيميرو 3 شكون اللي جاو حسن واش هذاك لو تيكوا بوحديته ولا هذاك يمكن هذاك سيتي كولور بلو بيترول المهم ولا هذوك اللي فيهم الغوز والبيج ولا هذوك اللي فيهم الغوز والزرق دابا غير باش نتفاهموا راه غير هو راه لو ميم صالون هو لي بريز اللي خديتي كيبانوا لي كولور مختلفين كل مره كتعوز مره سي فغي وي انا دابخي اللي كنشوف جو بريفير باردون لا كولور اللي قريبه للحقيقه هي اللي فيها الغوز والبيج باش تعرف جا فونسي فوالا داكوغ انا جو بريفير النيميرو 3 بلو باردون نيميرو 1 اللي جاو فيه لي كوسان جاو بحال لا طون سور طون داكوغ الا كان هذاك مع هذاك كيبان لي جا طون سور طون و جو بونس في الداخل ديالو جاي فيه بحال ان دوغي بيج فبي بحال رخام بالبيج دوغي وي هذاك لو دوغي اللي كاين الداخل غتاخدي شي توب تاخدي لامي يكون في داك الدوغي وغديري به دي بيتي كوسان اخرين وغتزيديهم مع هذا غادي يكون حسن داكوغ نديرهم بلا ميم فاسون نديرهم مورا هادوك ديرهم قدام هادو يكونوا صغار من هادو شويه قدامهم داك شويه صغار من هادو ويكونوا بلامي بلامي في داك لو دوغي داك لو دوغي داكوغ ميرسي بوكو بو سينو بوغ لو تابي شو لا كولور لي جيني حسن ان بيج وشوف في العبار حيت عندي هذاك كون متر 70 على متر 70 نقدر ندير ان طابي فيه متر 70 على متر و 24 نقدر نديرو خص يكون جوست قد نيشان هو من الافضل يعني يكون كاري يا اما يكون قدو يا اما الا كان ناقص يكون كاري يكون داكشي ناقص من وي يكون كاري يكون حسن داكوغ ولا طابل باش نقدر نديرها اون بلون بزوينه لاكي بلون غتكون حسن اولا ديريها بالشان داكوغ ميرسي بوكو سي جون مرحبا لالا في الزهرة تبارك الله عليك الله يوفقك الله يعطيك الصحة مرحبا ناخذ إلهام من أكادير مرحبا بك لالا إلهام السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته بخير الله يحفظك ليا لالا يحفظك أنت على خير الله يطولنا عمرك لالا علينا وعليك باش ما تمنيتي إن شاء الله بالصحة والسلامة يا رب فكرة أختي عندي واحد السؤال المختص إلى جات على خاطركم بطبيعة الحال تفضلي مرحبا عندي واحد الصالون مفرشاه بلدي يعني في الأرض أييه وفيه الكرونة ما عرفتش يمكن تغمضت عيني حتى شريت كلشي كرونة ما علينا المهم الزربية فيها الكحل والكرونة وعندي المخدات فيهم الكحل عاوتاني والكرونة وفيهم شوية الكري داخل فيهم شوية الكري داكوغ عندي دوك لي تابي دوك لي تابي اللي كيكونوا مفرشين تحت هكا حتى هما كلهم كرونا ولا ناب ديال سميتها هكا ديال الميدا حتى هو كرونا ودابا بغيت ندير ليه خوامي حيتاش بغيت ندير ليه خوامي ماشي ديال الشراجم ديال الدخله ديال ضروري الدخله ديال الصالون قلت ضروري حيتاش جا لي معري بزاف وقلت انا واش كاين شي اللي هدرت ليا ديك الكرونا غير باش نتفاهموا واحد النقطة يعني بالنسبة لهاد الخوامي أصلا ما عمرك غادا تلقيهم يعني باش تسديهم الصالون يعني من الأفضل أن ما كاينلاش ديري هاد الخوامي ديرهم في الدخلة ديال الصالون حيتاش في هذاك داك الحيط الصغير داك الحيط الصغير هكا مع هذيك البودرة بحال هكا قلت زعما نغلق هكا بالخوامي من الأفضل بلاش يعني بلاش منهم من الأفضل بلاش صافي شكرا مرحبا لالا ريدو ديال الدخله من الافضل بلاش مرحبا لالا مرحبا صافي شكرا بزاف اهلا وسهلا اخذوا معنا بعض الاسئله تحياتي لك لالا نهيد كتقول صباح النور حبيبتي سكينه تحيه لك والطاقم التقني وجميع المستمعات وحشناكم وعشركم بركة احبكم ونحن كذلك لالا نهيد شكرا جزيلا لك على رسالتك الزوينه ناخذوا معنا سؤال اخر كيقول سلام شكرا على البرنامج انا يلاه فرشت درت سدادر وتلامض بغيت رايكم في الذوق ديالي وبغيت سي سامي قول لي اش من زربيه تجيني مع التفريشه وشكرا فوالا هادو هذا هو الصالون وغادي نعاود نشوف اللون هنا كيظهر ليك هنا كاين البيج كاين البلون كاسي
شوف هو من الافضل يمشي في اللون في الارضيه ديال الطلامط. من الاحسن الزربيه تكون في البيج في الارضيه ديال الطلامط, ما نقولوش بيج حيت انا كيبان لي بيج توب حلا توب. يعني من الافضل نكونوا تقريبا اللون ديال الطلامط غادي يكون احسن. نعم. سؤال اخر كيقول سلام اختي سكينه, باغا ندير بلاكار في الكوزينه اللون اللي يجيني في الخشب, عندي الكوزينه كبيره. بالنسبة للخشب يعني كيبقى اختيار اللي ماشي, يعني هنا من الافضل يعني الا دير الخشب تخدمه بالماسيف سواء ديرو بلاتر ولا ديرو بشين وتخليه ناتشورال غادي يكون احسن على حسب الزليج اللي عندها في المارون. اذا دارت لاتر كيتقام شويه رخص من الشين وكيصبر وتخليه ناتشورال بلا ما ديرو لاتانت غادي يكون احسن. سؤال اخر كيقول سلام اختي سكينه, بغيت نسول شي لون الزربيه اللي يجي مع كل شيء. الله يخليك, ما غاديش نقولوا لون كيجي مع كل شيء, ما كاينش. غنقولوا لون اللي يتماشى لنا مع بزاف يعني ديال الالوان ديال الالوان. يعني في هذه الحاله هذه غادي من الافضل ان دير ان بيج ويكون اوني, غادي يكون فيش الزواق. وي. سؤال اخر كيقول السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته, اختي سكينه سولي لي المصمم على السيجور اشنو نقدر ندير فيه. فوالا هذا مرح. اذا شنو تقدر امام عندنا الصوره غير يعني ما عرفناش واش كاينين البيبان من هنا ولا لا, ولكن المهم يعني هنا ما نقدروش نقترحوا عليها حيت كما قلتي ما عندناش ما بينش لنا الصوره كامله بالخصوص على الجهه اليسر. يعني ما عندناش هذيك لافيو, كاين نورمالمون كيخص يكونوا عندنا شوفات باربعه اييه باش ممكن نقترحوا واش غيكون غير ان موبل تحت من دابا مثلا في حاله ما البلاصه اللي فيها الصوره كانت الدخله ديال الصالون وعلى اليسر كاين شي باب وعلى اليمين كيبان ليا كاينه واحد الدخله. يعني في هذه الحاله هذه اللي ممكن هو تحت لانترفون يكون واحد الموبل يكون ان موبل كبير من نفس الوقت غادي تستغل لونجمون في نفس الوقت باش نعمروا به هذاك الاسباس. اما الا كان يعني الجهه ديال اليسر والجهه اللي فين واقفه السيده باش خدات لا فوتو يعني مسدوده كاين غير الحيط, ممكن تما تكون واحد يكون بحال ان سيجور تكون كليسه يكون ال كاين الحاله الثالثه الا كانوا عندنا الجهه الشمال فيها اون بورت وفين السيده خدات لا فوتو كاين الصالون, ممكن في هذا الوسط هذا تكون اون طابلا مونجي غير ما تكونش كبيره بزاف تكون دايره وما تكونش كبيره بزاف غير تعمر شويه لسباس وصافي. وي غنعاودو نرجعو لداكشي اللي قلنا في الاول, ما خصناش نكثرو مشكلتنا حنايا تنكثرو. دابا هنا ملي جبتي الموضوع هنا غنهضرو نيت على هاد لا فوتو ديال السيده. ديجا الزليج اللي كاين هنايا داخل فيه البلون والبلو يعني كل الدار كلها مزلجه. كنشوفوا هنا لافابو اللي مديرين في لونطخي هنا دايرينو بالالمنيوم مارون ما مشاش معاه. وسط من الالمنيوم كاين الزاج واخا كيبان لنا صابلي مي كيبين الداخل نورمالمون ما كانش خص يكون فيه الزاج. لا بلونت اللي كاينه في الجنب ديال لافابو كان من الافضل ما تكونش. الرخامه اللي مديور فوق منها لافابو كحله نورمالمون ما كانتش تكون في الكحل, كانت تكون في الكرار الارضيه الكرار يعني تكون تقريبا بحال بيضه باش تمشي مع الزليج ديال الحيط. يعني هادو نقاط اللي يعني مثلا السيده ملي بغات تصوب لو كان بدلات غير الالوان كان غادي يطلع المنظر احسن. نعم. سؤال اخر كيقول سلام اختي, كنت باغا ندير لافابو مع مرايه في ذاك البلاصه اللي حدا التلفازه وهذاك الباب وهذاك اللي حيد ذاك الباب ديال التواليت ولكن ما جانيش, فين ممكن نديرو مع العلم في هذيك الدخله ديال الدار دايره سيجور بغات دير فاسك هنايا. هنا ما غاديش يجي في هذا الحيط. ومشي الدخله ما غاديش يجي وثانيا فوق منه التلفازه هنا ما يجيش. يعني هنا ممكن ان يتحط يكون ان موبل بحال اون كونسول او لا بوفي ممكن يكونوا تما. ولكن باش يدار الفاسك ما يجيش. نعم. سؤال كيقول سلام اختي سكينه, بغيت نعرف لون الزربيه اللي ندير والخاميه حتى هي ها لون الصالون ديالي. فوالا هذا هو اللون. انا دا انا كيبان لي داخل فيه الصومه مي لا كولور ديال الارضيه ديال التوب لي امبريمي ما بيناش اييه يعني واللي غالب بزاف هو داك الصومه
الى كانت الارضيه غادي يكون احسن حيت هذاك الامبريمي ما غالبش بزاف. واضح. اذا اللون الارضيه هو اللي دير في الزربيه. اللون الارضيه ديال الامبريمي ديال الموتيف. عافاك عندي بيت الكلاس 5 على 3 متر بغيت ندير جوج كوانات وسطهم فيترينا اللي فيها التلفازه في الحيط اللي فيه 3 متر على العرض. اي 3 متر على العرض. ممكن ان الدار هي نورمالمون مابقاش كدار بزاف يعني لا فيترين، مي ممكن تخدم بواحد الطريقه اللي هي عصريه وما تكونش كامله محلوله وما تكونش كلها عاوتاني بلي بورت مسدوده، يعني تبقى بلاصه لا تيلي ويبقاو دي بارتي فوق منها وفي الجناب ديالها اللي محلولين، ممكن لا بارتي لتحت يكونوا دي تيغوار ويكونوا هابطين بزاف، ما نديروش لو ستيل القديم اللي كيجيو لا بارتي التحتانيه عاليه تقريبا ب 70 او ب 75 سنتيم. العكس يعني لتحت اللي غادي يكون مشدود ما يديباسيش واحد 40 حتى 45 سنتيم باش مهزوز من الارض. نعم. كنوجه تحيه لوجده من المتتبعات الوفيه جدا لبرامج مد راديو البرامجي شكرها بزاف، قالت لي السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، بغيت نصيفط صوره للصالون ديالي ولكن خفت السي سامي يقول لي حيدي الزليج. نختمو يعني عندها الجواب بهذه المستملحه. يعني السيده عندها الجواب واخا باقي ما حيدتش الزليج. يعني الا حيدتي الزليج من الصالون وتصبغ راه غادي يكون احسن. ياك بعدا كاين مشكل هذا ديال الزليج. اهلا وسهلا ومرحبا بك بطبيعه الحال. حنا اكيد مازال مواصلين ومازال مستمرين مستمعينا الكرام دائما على الاذاعه القريبه منكم ميد راديو، ولكن وقت البرنامج وصل للنهايه ديالو. تنبغي نشكر سامي دنان خبير الديكور اللي رافقنا اليوم، واكيد انه ان شاء الله نتلاقاو الثلاث جاي ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. شكرا لك. كنشكر وفاء فائز رفقتنا اليوم في الاخراج وسامح في استقبال مكالماتكم وهشام ابو زرور في تسويق الحلقه. شكرا لكم مستمعينا، دمتم في رعايه الله، شهيه طيبه والى اللقاء.
Spider-Man.